اخوتي المغاربه السلام عليكم. اليوم من هنا من بلجيكا لنقوم واحد المقارنه مع المنتجات البلجيكيه والمنتجات المغربيه. كما كتشوفوا هذه الزيت ديال واحد الشركه هنايا ديال بوني، 2 لتر كما كتشوفوا، ها هي 2 لتر كدير 2 الاورو و38، هي 44 درهم مغربيه 2 لتر ديال الزيت. غادي نمشي نشوفوا الماء وغادي نشوفوا الحليب ونقارنوهم مع الاثمنه المغربيه. ها هي كاينه شركه اخرى ديال الزيت تدير 2 اورو 50، هي 45 درهم. ها هي نور الشمس، وهذه ديال الدرع 50 درهم، 25 درهم 2 لتر. وما ننساوش حتى الكسكس ديال المغرب كيتباع هنا، ها هو الشركه الداري كيدير الكيلو اورو 89. المهم كيجي من المغرب وهنايا كيدير اورو 89، ما عرفتش الثمن شحال ديال المغرب، ولكن هنايا 19 درهم. دابا نشوفوا الثمن ديال الحليب، كما كتشوفوا الحليب ما بقاش، كلشي مشى. هذا الحليب ها هو الثمن ديالو، 6 دراهم لتر الحليب، 6 دراهم لتر 59 سنت. وكاين ماركة أخرى، كاين هذا كيدير 5 دراهم و50، 55 سنت. وكنعرفوا المدخول ديال الفرد هنا في بلجيكا في الشهر اذا كانت كيعمل كيخدم 8 سوايع يصل الى 20 الف درهم، 2000 الاورو. واذا ما كانش خدام كاين السوماج ياخذ 12 الف درهم، هي 1200 الاورو. اما الثمن ديال السكر والملح، هذا السكر كيدير 58 سنت، هي ما كاملاش 6 دراهم للكيلو، والملحة كتسوى 25 24 سنت، هي ما كاملاش 2 دراهم و50 للكيلو. هذه الملحة وهذا السكر، الملحة 2 دراهم و50 والسكر 6 دراهم للكيلو. اما من ناحيه الماء الرخاء عندهم تبارك الله، كاين عدد من الشركات والماركات. هذا الماء هذا 2 لتر كما كتشوفوا دايره 35 سنت، هي 3 دراهم و50 2 لتر، 3 دراهم و50. اما القرعه الصغيره كما كتشوفوا كتسوى 1 درهم، مكملاش 3 دور، هي 1.5 درهم. وكاين هاد الشركة ديال الما ديال بوني لي هي 2 لتر دايرة 52 سنت، هي 5 ديال الدراهم 2 لتر.